السلام عليكم. مايكروسوفت استغلت الذكاء الاصطناعي واستغلت كويس جدا، ان اصبح بكل سهوله اول ما تيجي هنا هتلاقي ان انت تقدر تدخل على المتصفح وعلى صفحه الذكاء الاصطناعي دايركت، تقدر تسال شات جي بي تي على طول من قلب المتصفح اللي هو ايدج جوه مايكروسوفت بنش، تقدر تساله اي سؤال انت عايزه وهو يبدا يجاوب عليك. مثلا افضل ابيات الشعر العربي، او تقول له اي حاجه انت عايزها يعني. زائد ان انت هتيجي هنا برضو هتلاقي بينج ايمج كرييتور، فانت عندك هنا شات جي بي تي وعندك حاجه زي ميد جورني كده، تقدر ان انت تقول له اعمل اي قطه اي كلب اي صوره تتخيلها هو يبدا يكونها لك. فجميل جدا ان هو نفس الموقع وتلاقي فيه الاثنين، الذكاء الاصطناعي بتاع البرمجه اللغويه او النموذج اللغوي، وبرضو يعمل لك الصور، فممكن حتى تاخد من هنا كوبي وتروح هناك على طول تعمل. فعمل لك مثلا صور بالشكل دوت، تقدر تقول له كرييت او تقول له سربرايز مي، هو اختار لك صور. فهو اختار اشعار لنزار قباني واحمد شوقي. طب تعالى نشوف الصور، تقدر تشوف بقى اي حاجه انت عايزها، هو يبدا ان هو يعمل لك الصور، فتطلع معايا بالشكل دوت.